أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك بعض المؤذنين حينما يؤذن يكون أذانه ملحنا بشكل واضح بالإضافة إلى تنقيط الأذان. السؤال: هل الأذان بهذه الصفة صحيح؟ وما توجيهكم حيال ذلك؟ الصحة صحيح، لكنه مكروه. مكروه تنقيط الأذان وتنغيمه، هذا مكروه. أما الأذان فهو صحيح، قالوا يصح ولو كان ملحنا أو ملحونا يصح، لكن مع الكراهة.